السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنشرح أول محاضرة من محاضرات ماثيماتيك 2. هنشرح كل النقاط الهامة فيها بصورة سريعة جدا إن شاء الله، بس هنفهمها كلها. طبعا احنا أول حاجة عايزين نشرحها هي التري. التري هي جراف عادية، بس عشان نقدر نقول عنها تري لازم تاخد أربع خواص. أول حاجة إنها تكون كونكتد. يعني إيه كونكتد؟ يعني مثلا بصوا كده، دي كونكتد يعني الـ A واصلة بالـ B بالـ E بالاي وهكذا، يعني واصلين ببعض، كل الفيرتكس او الفيرتسيس اللي فيها واصلين ببعض، تمام. تاني حاجة انها تكون undirected. يعني ايه undirected؟ بصوا كده، direct يعني undirected يعني غير موجهة، directed يعني موجهة. بصوا كده، في هنا سهم اهوت، في هنا سهمين two direction وهنا one direction. فالتري لازم ما تكونش فيها اي اتجاهات، تمام، زي دي بالظبط كده، مفيهاش اي اتجاهات. تالت حاجة انها تكون نو لوبس، مفيهاش لوب، يعني مفيهاش، يعني ما ينفعش ابدأ بالاي وانتهي بالاي، تمام، فاهمين قصدي؟ يعني الاي، يعني مثلا ممكن اجيب لكم صورة، بصوا كده، اي بي اي دي وبعدين رجعت على الاي تاني، دي عمرها ما تكون تري. ليه؟ لانها في لوب اهي، في لوب واصلة ببعضها كلها، لو انا مشيت وراهم هلاقيهم رجعوا تاني للايه، فكده تكون ما تكونش كده فيها لوب، يبقى كده ما تكونش تري. تالت حاجه او رابع حاجه واخر حاجه، وهي ما ينفعش يبقى فيها مالتيبل ايج، يعني ما ينفعش يبقى فيها اكتر من ايج، اكتر من حافه، يعني بين الاي والبي في حافه واحده هنا. ممكن انا ارسم واحده حافه كمان كده بالشكل ده، كده زي الفاره كده ماشيه، لا ما ينفعش. لو رسمت حاجه زي كده يبقى الشكل ده مش جراف. طبعا في عندنا بعض التعريفات المهمة في الجراف، هما مكتوبين هنا، هما فاحنا هناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة البيرنت. يعني ايه بيرنت؟ يعني آباء. آباء ازاي؟ يعني مثلا السي دي البيرنت بتاعها A. أي نقطة في الجراف ليها تشايلد أو تشيلدرن، أطفال أو طفل، تبقى هي بيرنت على طول. يعني الدي مثلا بيرنت لأنها عندها F و G و H، الاي بيرنت لأنها عندها B و C و D، الاي هكذا بيرنت وهكذا، اوكي. تشايلد اللي هو الطفل بقى او اللي تحت، يعني مثلا الاي دوت تشايلد، البيرنت بتاعه ايه؟ بي. الاف تشايلد البيرنت بتاعها دي. طب السي تشايلد البيرنت بتاعها ايه؟ هل السي بيرنت؟ لا مش بيرنت، لانها ملهاش ايه، ملهاش تشيلدرن، اوكي. نيجي بعد كده سيبلينجز. سيبلينجز يعني اخوات، يعني مثلا الاف السيبلينجز بتاعتها ايه؟ الجي والاتش، الاثنين دول سيبلينجز بتوع ايه؟ بتوع الاف لانهم اخواتها. الاي السيبلينجز بتاعتها الجي وهكذا. الانسيستور، انسيستور يعني اجداد، انسيستور يعني اجداد. الانسيستور دول هم اجداد النقطه، والنقطه نفسها بتنضم للانسيستور. ازاي يعني؟ يعني كده بالظبط. بصوا كده، كده احنا عندنا قال لك مثلا هات لي الانسيستور بتاع الكي. الانسيستور بتاع الكي هم الاف والدي والاي وهكذا الكي، يعني الكي والاف والدي والاي دول انسيستور فور انسيستور اوف كي، اوكي. يعني انا دلوقتي الانسيستور اوف كي هم الكي والاف والدي والاي، الاي الاباء. طبعا الديسندنت اللي هم الاحفاد، اي حاجه، اي نقط او نودز تحت النود الاساسيه يبقوا احفادها او يبقوا ديسندنت ليها. يعني مثلا الدي الديسندنت بتوعها ايه؟ اف وجي واتش واي وام وكي، دول كلهم ديسندنت للدي، اوكي. الليفل يعني المستوى. بص معايا كده، يعني دلوقتي عندي الجراف ده او التري ديت فيها اربعه ليفلز، لكن الهايت بتاعها ثلاثه. ليه؟ لان الليفل بيبدا من ليفل زيرو، فطبعا ده ما ينفعش انا اقول الهايت بتاعها 4 4، لا ما ينفعش، لازم نقول الهايت بتاعتها 3، لكن الليفلز بتاعتها 4 ليفلز، اوكي. نيجي بعد كده للليفز. الليفز اللي هي الاوراق اللي ما بيبقاش بعدهم اي تشايلد، يعني بيبقى اخر حاجه في الجراف ما بتبقاش ليها اي تشايلد، فزي الاي والجي والكي والال والام، دول كلهم ليفز. انترنال نودز يعني نودز ليها ابناء، زي مثلا الاي ليها اي وجي، يبقى الاي انترنال لانها ليها ابناء، والاف والاتش، لكن الجي ما تعتبرش انترنال. ليه؟ لانها ما لهاش اي ابناء، اوكي.
طيب نيجي بعد كده للنودز. النودز دي اي نقطة في الجراف، يعني الاي نود والبي والجي، كل النقط ديت نودز. اوكي، الام اري، ام اري يعني ايه؟ عارف ان اما اقول لك ام اري ديت، الام هنا بتشير لاكبر عدد من الابناء لاي نود في الجراف. يعني مثلا هنا الجراف دي تعتبر كام؟ تعتبر 3 ام اري. طب ليه تعتبر 3؟ لان عندنا هنا مثلا 2 تشايلد او 2 تشيلدرن، اوكي، وعندنا هنا 1 تشايلد، وهنا 2 تشيلدرن، وهنا 3 تشيلدرن، 3 تشيلدرن. اكبر عدد من الابناء لنود موجودة في الجراف هم 3. اذا هذه الجراف تسمى 3 اري، لانها الام هنا بناخد اكبر عدد من الابناء موجودة لاي نود في الجراف. طبعا عندنا يعني ايه بالانسد ويعني ايه كومبليت. كومبليت يعني الليفز اللي في الجراف تبقى في اخر هايت فقط. يعني مثلا عندنا الجراف دي فيها ليفز اهي، الام والال والكي والجي والاي، دول كلهم ليفز في ايه؟ في اخر هايت، اللي هو الهايت 3، تمام. لكن عندنا ليف كمان اهي ورقه بس في الهايت 2، اللي هو الهايت اللي قبل الاخير. في الحاله دي ما تبقاش كومبليت. ليه؟ لان الكومبليت لازم كل الليفز في اخر هايت. طيب لو جه ليفز في الهايت القبل الاخير زي الجي كده مثلا، هي في الهايت اللي قبل الاخير، في الحاله دي تبقى جراف بالانسد. اوكي، طبعا احنا عندنا بعض القوانين المستخدمه، مثلا هنقولهم سريعا كده وبعد كده هنطبق عليهم. اوكي، اول قانون اللي هو بيقول هاش اوف ايج يساوي ان ناقص واحد. طبعا احنا عرفنا الان اللي هي النودز، والام اللي هي ام اري، والاي اللي هي internal nodes، والال اللي هي leaves. فاحنا عندنا دلوقتي بيقول لك عدد هاش ديت يعني عدد، اوكي، هاش اوف ايجز عدد الحواف بيساوي عدد النودز ناقص واحد. ده القانون الاول. على القانون الثاني بيقول لك عدد النودز بيساوي الام، الام اري في الاي، الاي اللي هي الانترنال نودز زائد واحد، ام في اي زائد واحد. النودز بتساوي internal nodes زائد ليفز، يعني النودز الكليه بتساوي الانترنال زائد الليفز، ماشي. وعندنا برضو هنا القانون دوت ما ينفعش الا مع الفول ام اري تري، الفول ام اري تري. فالقانون ده بيقول ان عدد الليفز بيساوي الام اري اس الهايت، الام اري اس الهايت. اوكي، طبعا عندنا قانون كمان دوت مستخرج من القوانين اللي فاتت ديت. القانون ده بيقول ان الانترنال بيساوي الليفز ناقص واحد على الام اري ناقص واحد. طبعا في قانون كمان بنستخدمه في الفورست، بس الفورست دي هي بعض التريز مرتبطه ببعضها، اوكي، دي الفورست. طبعا القانون دوت بيقول ان عدد حواف الفورست بيساوي النودز اللي في الفورست ناقص التري اللي في الفورست. اوكي، نكمل بقى على التطبيقات. حسبي ربي جنب الله الله.